سقوط اخر لنادي الزمالك بعد هزيمه دوري ابطال افريقيا المريره قدام النادي الاهلي. الزمالك بيخرج من بطوله كاس مصر بعد خساره كبيره قدام نادي طلائع الجيش بنتيجه 3-1 بعد مباراه طبعا كانت مثيره جدا 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 شفناها النهارده، لكن التوفيق كان في صالح نادي طلائع الجيش اللي قدم واحده من اجمل مبارياته الموسم ده في الملعب فنيا وبدنيا. وده نادي الزمالك جاي متأثر معنويا تماما طبعا بالمشاكل الأخيرة، بداية من الهزيمة قدام النادي الأهلي في دوري الأبطال، مشاكل طبعا أكيد تغيير مجلس الإدارة والزلزال اللي ضرب جنبات النادي إداريا وخلق طبعا أكيد مخاوف كتيرة، فالفرقة بدون شك ما كانتش في قمة تركيزها الذهني والفني والبدني، كل شيء كل شيء كان واضح جدا في الملعب. النادي طلائع الجيش من بدايه المباراه هو اللعيبه الاكثر سعيا للتاهل، اللعيبه الاكثر جهدا في الملعب. طبعا احمد سمير متعودين عليه، لاعب نادي طلائع الجيش ولاعب نادي الزمالك السابق، بيجي ماتش نادي الزمالك اول ما الماتش ده يجي بتشوف احمد سمير بصراحه في مستوى اكثر من رائع. احمد سمير طبعا هنشرح على البورد اللي عامله في المباراه، بس احمد سمير عايز اقول نقطه، انه وصل لعيبه نادي الزمالك في اوقات المباراه ان هم خايفين يضغطوا عليه عشان ما ترقصوش. تخيلوا تخيلوا لاعب يعني بقاله كذا فتره كل ماتش بيجي يلعب قدام الزمالك بيحرز هدف او هدفين، النهارده احمد سمير وصل في نص المباراه في نص الشوط الاول تقريبا لعيبه نادي الزمالك كانت بتحلق عليه بس خايفين يخشوا عليه عشان ما يترقصوش وما ياخدش فاول من خارج منطقه الجزاء او فاولات من على حدود منطقه الجزاء. طبعا جيمي باتشيكو حاول ان هو قد ما يقدر يعوض الغيابات اللي ضربت الفريق بسبب طبعا الاصابات والايقافات وطبعا كورونا، فعلى قد ما يقدر طبعا دخل رؤى اللاعب اللي لسه راجع من اعلام النادي طلائع الجيش لعبه في خط الوسط عشان يلعب مكان فرجان الساسي، لكن طبعا شتان الفارق بانك يعني تبقى شايف ثنائيه فرجاني مع طارق حامد وثنائيه رؤى مع طارق حامد، طبعا الفرق شاسع جدا. طيب كابتن طارق العشري في اول مباراه رسميه له مع نادي طلائع الجيش فاجئنا كلنا بانه لعب 4-4-2 فلات صريحه، حط عمرو جمال وناصر منسي، وحكى ناصر منسي كتير قوي النهارده، حط الاثنين جنب بعض في خط الهجوم ولعب 4-4-2 الكلاسيكيه، وضيف على كده وحبيت يعني نعملها مع بعض، فريق طلائع الجيش بدا يضغط على نادي الزمالك من نص ملعبه، عمل ضغط عالي وحط الخط الدفاع بتاعه متقدم جدا وطرد نادي الزمالك تماما من نص ملعبه واجبره انه يلعب الكرات الطوليه. في اول 5 دقائق اكيد كلكم شفتوا اللعبه دي، جنش مع الكوره واللعيبه بتاعت نادي الزمالك بيتحضروا عشان يستلموا ويعملوا بيلدينج اب من داخل منطقه الجزاء، لقوا لعيبه طلائع الجيش يعني مستعدين جدا واقفين لهم هنا بره، هنا كله واقف ومستعد وانت لما بتلعب كوره وشايف المنافس بتاعك متحمس ممكن تقلق. جنش قال لهم شكرا، اطلعوا يا جماعه مش عايزين مشاكل مش عايزين اخطاء، انا هعمل الكوره الطوليه. وبالتالي نادي طلائع الجيش عمل نفس الحركه المفروض اي حد يعملها مع نادي الزمالك، لما بتضغطوا في نص ملعبه بتجبروا يلعبوا كرة طوليه اللي اكيد بتبقى مشكله، لكن الروح المعنويه النهارده كان واضح جدا ان هي عند نادي طلائع الجيش. شفنا الشوط الاول نادي طلائع الجيش بيسعى ان هو ياخد فاولات من على حدود منطقه الجزاء، كان واضح في تعمد شديد، اللعيبه بتحاول تخلي لعيبه نادي الزمالك يرتكبوا اخطاء في الحته دي بفضل ايه بقى؟ ناصر منسي. طبعا احنا حاسين هنتكلم طبعا في حته تنفيذ الفاولات واللعب على الطرف، لكن بالنسبه لي واحد من نجوم المباراه بعد احمد سمير طبعا ناصر منسي عمل يعني محطه لعب كما يقول الكتاب. الكوره كانت بتجيله في الكرات العاليه مش بينزلها لزميل، لا 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 لا، بينزلها لنفسه. يعني احنا متعودين مثلا هدي مثلا مروان محسن في النادي الاهلي الكرة عالية بتجيله بينزلها لقفشة، بينزلها لحسين شحات، لا جيد، أي لعيب جاي له من ورا بينزلها له. ناصر منسي بينزل الكرة لنفسه. يعني لك أنت تتخيل القوة البدنية اللاعب بتمتع بيها والمهارية. لعيب مهاري جدا رغم إنه طويل وراس حربة صريح، لكن لعيب مهاري جدا ولعيب النهارده سبب إزعاج كبير قوي لدفاع نادي الزمالك اللي عانى فعلا محمود علاء ومحمد عبد الغني عانوا تماما
مع ناصر منسي اللي برضو كان في بعض الاوقات بيهرب على الطرف. طيب نادي تبع الجيش بدا يخلي نادي الزمالك هو الفعل وانا رد الفعل، وبالتالي خلى نادي الزمالك عاجز تماما ان هو يعمل حاجه بالكوره، لان فعلا مش عارفه تعمل اي حاجه بالكوره. واضح جدا ان غياب طبعا فرجاني، غياب بن شرقي اثر على الفريق، ونشوف طبعا غياب بن شرقي، ان بن شرقي كان بينزل يساعد شيكابالا في نص الملعب. شيكابالا اكيد اهم لقطه مضيئه اللي هو الكره الثابته، الفاول اللي احرز منه هدف التعادل في نهايه الشوط الاول، لكن بخلاف الفاول يعني نادرا ما شفنا فرص لنادي الزمالك او لعب واضح او جمله واضحه خالص. الفريق فعلا كان بيلعب لعب روتيني كرات الطوليه. نادي طلائع الجيش طبعا لما كان نادي الزمالك بيخش ملعبه على طول عارف ان نادي الزمالك هيروح بالكوره على الطرف وتتلعب الكره العرضيه لمصطفى محمد. الامر كان سهل جدا 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 لاحمد للثنائي احمد علاء وعلي الفيل، الاثنين طوال اثنين اجساد، واحمد علاء لعيب ممتاز جدا جسمه حلو قوي والارتقاء بتاعه كويس، فمنعه مصطفى محمد اللي برده كان واضح قوي انه متاثر بهزيمه دوري الابطال، فكانت معنوياته في الارض تماما. ولكن النقطه المضيئه الوحيده لنادي الزمالك في الشوط الاول زي ما قلت هو الفاول اللي حطه شيكابالا واخلص هدف التعادل عشان يخلي الزمالك متعادل مع نهايه اول 45 دقيقه. نادي طلع الجيش زي ما كنا عاصم منسي عايز اتكلم على احمد سمير. احمد سمير طبعا قعدته بيلعب جناح ايمن، بس الميزه ان احمد سمير ولا مره بياخد الكوره عشان يلعب الكروس وخلاص، لا الراجل بياخد الكوره وبيجبر لعيبه نادي الزمالك ان هم يخشوا عليه. بصوا التكتيك بتاع كابتن العشري، مش فكره ان انت تروح بالكوره لغايه الجناح وترمي الكروس وانتهى موضوع اللعب التقليدي، لا لا لا، الراجل كان بيتعمد انه ياخد الكوره ويلف بيها، حتى بيتفرج على الماتش يقول له انت بتعمل ايه ما انت وصلت، لا ده واضح ان هو تكتيك. تكتيك في ليه؟ لان هو احمد سمير وصل من الناحيه المعنويه خصوصا كمان بعد الهدف، بعد الهدف اللي جابه من الفاول، انه بدا عايز يخلي لعيبه نادي الزمالك يرتكبوا ضده اخطاء كتير، فخلى لعيبة نادي الزمالك كلها لما تيجي تقرب منه كله عمال يحلق، محدش بيضغط، محدش بيضغط عليه. وده واضح كمان الشوط الثاني ان لعب احمد سمير طبعا اللعب على جبهه اسلام جابر للمره الثانيه على التوالي، ربما النادي الاهلي ما استغلهاش بنفس الاستغلال اللي شفنا عليه النهارده. نادي طلع الجيش استغل جبهه اسلام جابر كل الاستغلال الممكن، كل الاستغلال الممكن، حتى في الهدف الثالث وركله الجزاء. ركله الجزاء طبعا احمد سمير خدها من اسلام جابر طبعا ب يعني نقدر نقول ايه يعني غشوميه شويه باسلام جابر، كان ساذج جدا جدا في حته ان هو يحط رجله وقدام احمد سمير في المنطقه دي، كلفت فريقه طبعا ركله الجزاء. والهدف الثالث الهجمه بدايتها من عند اسلام جابر، فالجبهه اليمنى للنادي الاهلي تم الجبهه اليمنى للنادي الزمالك تم اختراقها بشكل تام وبشكل كامل. الشوط الثاني مع اقتراب المباراه من التعادل الزمالك طبعا كان واضح جدا هو اللي بيحاول يسعى لخطف هدف تاني، ولكن المشكله يا جماعه ان طريقه نادي الزمالك الهجوميه المعتاده معروفه، معروفه انت بتلعب كروسات ازيد من اللازم، ازيد من اللازم. ربما الكره الوحيده اللي عملت خطوره اللي ارتدت بقى لما في كره اتلعبت عرضيه ومشيت مشيت مش محدش حد، راحت لرؤى في نهايه الشوط الثاني وشاطها ومحمد بسام حارس الجيش قدر يصدها وينهي الوقت الاصلي بالتعادل. لكن بخلاف الكره العرضيه نادي الزمالك فعلا كان عاجز تماما ان هو يقدر يلعب كره على الارض، وعدم وجود فعلا بخلاف فرجاني اساسي طبعا، لكن بن شرقي، ان بن شرقي لو تفتكروا في مباراه النادي الاهلي حتى بعد خروج شيكابالا هو اللي كان بينزل ويعمل دور البلاي ميكر، هو اللاعب اللي بيقدر ينزل لغايه نص الملعب ويسحب معاه كذا لاعب من المدافعين ويبدا يواجه المرمى بوشه ويحرك زمايله. ده النهارده نادي الزمالك افتقده تماما تماما تماما، وكان صعب جدا طبعا شيكابالا يقدر يعني يلعب برده بنفس النسق بتاع مباراه النادي الاهلي، ان برده الفرق في الايام قليل، وكمان النهارده شيكابالا لعب 62 دقيقه وهو في ماتش الاهلي لعب 55 دقيقه، فاحنا عارفين برده شيكابالا متضرر بدني، لكن اكيد المهاره الفرديه بتنقذ وبتسقف الفريق في لحظات، لكن مش هتسعفك انها تديك مباراه بالتقل ده. ان فرقه طلائع الجيش والكابتن العشري حطوا خطه واضحه جدا قفلت لك كل الثغرات داخل الملعب واجبرتك انك تروح
ليه الاكسترا تايم اللي كان نادي رائع الجيش متفوق فيه بدنيا. على فكره نادي رائع الجيش كان متفوق بدنيا تماما في الاكسترا تايم، وشفنا عدد المهاجمين اللي كانوا بيروحوا على نادي الزمالك في الشوط الرابع الهدف الثالث. ابو شوفوه يا جماعه عدد لعيبه نادي طلائع الجيش اللي رايحين على مرمى نادي الزمالك مش اقل من 5-6 لاعبين، يعني عدد كبير جدا جدا جدا، ودكه قويه يعني دكه هو بتتكلم على دكه فيها عمرو مرعي واسلام محارب نزلوا برده كورق هجومي ادى وساعد نادي طلائع الجيش انه يحجز مدافعين نادي الزمالك في نص ملعبهم. والكابتن العشري ما عملش الخطا ممكن المعتاد اللي يقول لك ايه انا اشيل مهاجم وانزل لعيب خط وسط وازود الخط وسط او انزل مساك، لا 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 انا اعمل كده ليه؟ انا هحافظ على طريقتي لغايه اخر مباراه، هحافظ على طريقه اخر مباراه وهبدا اضغطك وهمنعك انك تعمل هجمات. واضح ان الكابتن العشري دايما محظوظ مع وموفق في بطولات كاس مصر، وكان حتى قبل كده مع حرس الحدود او مع انبي او حتى النهارده مع طلائع الجيش اللي بيوصل للمره الاولى في تاريخه لنهائي كاس مصر اللي هيواجه فيه طبعا النادي الاهلي في مباراه اكيد هتبقى حاسمه يوم السبت الجاي ان شاء الله. ده كان تحليل سريع لمباراه نادي الزمالك وطلائع الجيش، هارد لك لنادي الزمالك، الف مليون مبروك لنادي طلائع الجيش وكابتن طلال عشري الفوز المستحق، وان شاء الله نستمتع بفاينل الكاس يوم السبت الجاي ما بين الجيش والاهلي باذن الله. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.